مشاهدينا مساء الخير، اهلا بكم لقاء متجدد على شاشه الاسكندريه وقيم وحياه، قيم وحياه برنامج يومي على الهواء مباشره. ننتظر كل اتصالاتكم، كل ايضا المسجات اللي بتبعتوها لنا على السوشيال ميديا وعلى صفحتنا، وبنقول لكم دايما نتواصل معكم. عايزين نؤكد على حضراتكم ان مصر جميله وفيها حاجه حلوه. احد المتبرعين في هذا البرنامج بالجوائز هو رجل مسيحي، وهي دي مصر للقرآن الكريم. الحقيقة من خلال هذه الحلقة كل المطلوب اسم الصورة ورقم الآية. وقبل ده وده عزيزي المشاهد، عايزين قيم حياتية قيمة جدا نتقابل فيها. يلا نشوف الشيخ حسن هيقول لنا ايه النهاردة ونرجع على الهواء مباشرة. يا رب اجعل في ميزان حسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مع قيمة من أطاعك في الله، نرى في الآيات التي استمعنا إليها من قليل قول موسى عليه السلام: قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. موسى عليه السلام وجد من أطاعه وهو هارون. أنت إن كنت سائر في طاعة الله تبارك وتعالى، هناك من أراد أن يجذبك بعيدا عن الله، وهناك من أراد أن يجذبك في طاعة الله. فهل انتصر عليك الفريق الأول أم الفريق الثاني؟ قال المولى جل وعلا في سورة سبأ: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. إبليس قال عني وعنك إيه؟ قال كده بالعربي: الناس دي مش نافعة، الناس دي مش هتنفع، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهل استطاع إبليس أن يتغلب عليك في رمضان فإلى الآن أنت لم تصلي صلاة جماعة؟ إلى الآن أنت لم تفتح كتاب الله؟ إلى الآن أنت لم تقم بفعل طاعة من الطاعات تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى؟ أم أنك اقتربت من الله وأخذت فريقا معك في طاعة الله؟ يعني إذا ذهبت إلى صلاة القيام
وأخذت معك واحد أو اثنان أو أكثر فأنت تصلي ولك أجر مضاعف. إن جعلت الناس يقرؤون في كتاب الله، إن جلست مع أصدقائك في المسجد تتدارس كتاب الله، أنت تعطيه معلومة وهو يعطيك معلومة، أنت تعلمه شيء وهو يتعلم منك شيء. موسى عليه السلام قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. يا ترى لو أنا اتكلمت النهاردة هقول ربي إني لا أملك إلا نفسي وزوجي، ربي لا أملك إلا نفسي وزوجي وابني وابنتي وجاري وصديقي وأخي وأمي وأبي، عندما نذهب إلى طاعة الله فهل نذهب ونحن منفردون أم نذهب في جماعات؟ حتى موسى عليه السلام لما ذهب للقاء الله قال له الله وما أعجلك عن قومك يا موسى، إيه اللي جابك بدري؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. فهل أنت من الذين يتوجهون ويسرعون إلى الله تبارك وتعالى في الطاعة، ومعك من يأتي لطاعة الله تبارك وتعالى كما قلنا إما زوج وإما ابن وإما ابنة، أم أنك تأتي إلى طاعة الله وحيدا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف تحل الأمور، قال ابدأ بنفسك ومن تعول، الزوجة، الولد، الأخ، الجار، الصديق. يعني عندما تذهب إلى طاعة الله تبارك وتعالى لا تذهب منفردا، كما قال المولى جل وعلا فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، يعني فرادى أو جماعات. هذه الآيات علمتنا أن قيمة الطاعة لله تبارك وتعالى لا يجب أن تكون منفردا، فمن من يصلي منفرد ومن من يصلي واحد ولكنه أتى بالعشرات أو أتى بالمئات أو أتى في بعض الأحيان بالآلاف، فيعطيه المولى جل وعلا أجره وأجر من أتى معه. فهل أنت من الذين قال المولى جل وعلا فيهم والسابقون السابقون أولئك المقربون؟ هل أنت من قال المولى جل وعلا فيهم فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير؟ اللهم اجعلنا جميعا في طاعتك جماعات وفرادى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وغدا إن شاء الله اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا مشاهدينا الأعزاء على الهواء مباشرة وحلقتنا بتبتدي، وناخد أولى الاتصالات التليفونية. لسه أحمد كحلو رئيس القناة بيقول لي ناس من الساعة تقريبا 5 بتتصل، فأرجوكوا خدوا كم كبير من التليفونات فهناخد. حاضر. ألو، أهلا وسهلا. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام أستاذة فتحية. اسم الصورة ورقم الآية. سورة المائدة الآية 24 و25. اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا بيكي، ويا رب تكوني من الفائزين معانا اول مره، ولا حضرتك اتصلتي بينا قبل كده؟ اهلا وسهلا بيكي. اهلا حبيبتي، اهلا وسهلا. ناخد اتصال اخر، ناخد اتصال اخر. على فكره النهارده بنوزع 3 جوائز، فازوا امبارح على الهواء مباشره 2 اتصالات تليفونيه وواحد من على صفحه برنامجنا. ناخد الاتصال. الو الو الو. اسراء جمال، اسم الصورة ورقم الآية. مائدة الآية 24 و25. لا علي صوتك شوية، علي صوتك يا اسراء. الآية 24 و25. انا مش سامعاكي خالص تماما. سورة المائدة الآية 24 و25. سورة 25. سورة المائدة 24 و25. شكرا لاتصالك. ناخد اتصال تليفوني اخر. ما زلنا مشاهدينا على الهواء مباشرة. كل المطلوب اسم الصورة ورقم الآية. نحصد ونرصد جميع اتصالاتكم التليفونية. ناخد اتصال تليفوني كمان. الو الو. امل خميس. الو الو. ارجوكم يا جماعه هشيل الايربيز، اقفلوا الصوت خالص.
ايوه. طب اسم السوره ورقم الايه. سوره المائده الايه 24 25. اسم السوره المائده. المائده. امل اهلا وسهلا بيكي، اول مره بتتصلي بينا. دايما تبقى امل ان حضرتك انا معاكي 15 سنه. لا هما سنتين ثلاثه. اهلا وسهلا بيكي حبيبتي، وان شاء الله يا رب تكوني من الفائزين النهارده. نشوف اتصال تليفوني اخر، وما زلنا مشاهدينا معكم على الهواء مباشره، نحصد كل اتصالاتكم التليفونيه ونرصدها، ويا رب نعمل بالقران الكريم هو الجائزه الكبرى في كل شيء. ناخد اتصال تليفوني اخر. ها الو، فاطمه عبد المجيد. اهلا وسهلا استاذه فاطمه. اهلا وسهلا. اهلا بيكي حبيبتي، اول مره حضرتك بتتصلي بينا. رقم الصوره حضرتك اول مره بتتصلي بينا؟ لا انا اول مره اتصل. اه اهلا وسهلا، منين حضرتك؟ من اسكندريه حبيبتي. اسم الصوره ايه يا حاج؟ اسم الصوره المائده. اه المائده. ورقمها؟ المائدة 24 25. شكرا لاتصالك. ناخد القرعة مشاهدينا، وما زلنا معكم على الهواء مباشرة. كل المطلوب ان احنا نعرف اسم السورة واسم الآية، ووصلنا لها اهو، وهناخد كم كبير من الاتصال الكلمات والاتصالات على الفيسبوك في صفحتنا. ناخد الرول ونشوف مين اللي فاز. سبحان الله، أمل خميس هي الفائزة في هذه الفقرة، ويا رب كل الناس اللي معانا يفوزوا زي أمل. أمل الحقيقة فاطمة مرسي قطب من على السوشيال ميديا، من على البيج كده. الفائزين بكرة صورة البطاقة، ويسلموا الجوائز على الهواء مباشرة. وكل الشكر، وبشكركم جدا مشاهدينا. فاصل وبعد كده نوزع جوائز البرنامج، لكن عايز اقول مرارا وتكرارا، الحروب القادمة هي حروب المياه. بنرجو من حضراتكم ان انتوا تاخدوا بالكم من مسألة المياه. الماء ذكر في القرآن مرات عديدة، علينا ان احنا نحتفظ بهذه المسألة ونخاف قوي على الميه. احنا نقدر يعني نحوش لاولادنا فلوس، ما نقدرش ابدا نحوش لهم ميه. نحوش لهم ميه ازاي؟ بان احنا نرشد الميه بشكل كبير جدا. فاصل ونشوف مين اللي فاز معانا بقى امبارح. ورجعنا لكم مرة تانية على الهواء، وبنتعرف على اللي فازوا معانا امبارح. اهلا وسهلا بيكي. انت فزتي امبارح مش كده؟ اسمك ايه بقى؟ نورين حسين يوسف. اهلا بيكي يا نورين. دول 500 جنيه. التليفون كان صعب ولا سهل؟ ده اخوكي. اهلا بيكي. انت في سنة كام يا نورين؟ دخلت ثالثة اعدادي. ثالثة اعدادي، صغننة يعني. يا رب بالتوفيق، وان شاء الله كده تروحي بقى تجيبي لهم حاجة حلوة وانت مروحة مش كده؟ اهلا وسهلا. انت اسمك ايه؟ انا اسمي سيد بصرة بقيت باسم بابايا. قالوا لي النهارده ان هو الحقيقه الف مبروك. الف مبروك، وان شاء الله كده دائما موفقين. اسم حضرتك؟ فارس علي محمد الشين. اهلا بيك استاذ فارس، والف مبروك. حضرتك منين يا استاذ فارس؟ من الحمص. اهلا وسهلا بيك، نورتوني وشرفتوني، والف مبروك ليكم، ودايما تابعونا كده. شكرا. اتفضل مشاهدينا، بكده بتكون انتهت حلقتنا النهاردة، لكن حلقاتنا كثيرة متواصلة بشكل كبير جدا. هنتقابل كل يوم في نفس الميعاد؟ لا، قبل نص ساعة من دلوقتي هنتقابل عشان يكون عندنا صورة نتسابق عليها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كل المطلوب اسم السورة ورقم الآية، ويا رب نعرف كلنا ان احنا نعمل بهذا القرآن الكريم. كل التحية والتقدير لزملائي في استوديو الهواء كلهم، مجهود كبير جدا بيبذل. انا ببقى عصبية شوية، لكن يا رب يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. كده انتهت حلقتنا، لقاء يتجدد بكرة في نفس الميعاد، وقيام وحياة.
وضمير حب وقلبي جديد احلى الدواء والداء ومهما تلهينا الحياة او حد في غفلتها دور على الاخلاق جوانا في روحكات كتير وضمير حب وقلبي كبير احلى دواء والداء ومهما تلهينا الحياة او حد في غفلتها دور على الاخلاق